شباب باش نسألوك على ظاهرة العنف. الأيامات اللي فاتوا سمعنا اللي تم تبادل عنف ما بين الطاقم الطبي وما بين الأولياء في مستشفى الأطفال باب سعدون. شنو صار باش ولينا احنا نصرفوا بطريقه هذه؟ ولا العنف يصير في السبيطار، العنف في الكوليج، العنف في الليسي؟ هو اول حاجه خاطر بصراحه الضغط، ضغط نفسي كبير، سواء على الاطار الطبي ولا على المواطن. الاطار الطبي بطبيعته يخدم، تشوف فيها معناها على كوفيد وكذا، الناس معناها تخدم 24/24، والمواطن كيف كيف ستريسي يهز ولده ما يلقاش خدمات طبيه، باش ينتج عليه؟ ما عادش معناها التونسي للتونسي ما عادش باش نتفاهم، حتى نقاش ما عادش، لا حوار لا شيء. يتكلم نقول لك كلمة أنت تفهمها بطريقة مغايرة اللي نقصدونها ترك حلبوني. تو هذاك مثلا كإطار طبي معذور، خاطر أنا قلت لك الخدمة برشا وستريس برشا وخايفين زادة، هما ما عندهمش حتى الوسائل الحماية اللي يخدموا بها، ما فماش نقص في كل شيء، في المواد الطبية، في المواد الشبه الطبية، كل شيء. والمواطن كيف كيف أخي، واحد ولده بالله يهز وما يلقاش ليه الرعاية، كيفاش تحبوا يتصرف؟ كي يجي للطبيب باش نداوي ولدي ما نلقاش كيفاش، ما نلقاش حاجه باش يداوه به، والا نلقى انا نفهمها لا مبالاه، وهو معناها الطبيب ربي يعلم بحاله وشنو عنده خلفيات، ينتج عليه العنف. ولو اننا كلنا نرفض العنف وضد العنف وكل شيء، ماذا بينا نرجعوا نتحاوروا ونرجعوا؟ بصراحه خاطر الشعب التونسي بصفه عامه يعيش في ضغط رهيب بصراحه، النواحي الكل، الطبقه السياسيه وحدها تشطح، ما نعرفش قرارات ارتجاليه، العبد ما عادش فيه بصراحه، العبد ما عادش فيه، يخدم يخدم ماهوش واصل، ما نحكوش على المشي يخدم والزوالي والطبقه المزمره هذيك ما نحكوش عليها، خاطر بصراحه هو اللي يخدم وعنده شهريه وماهوش واصل، فما بالك ماهوش يخدم، هذا كله ينتج عليه الضغط النفسي، معناها تمشي تلقى معناها الدنيا غاليه ياسر. بيع مش ترجع تبدا ستريسي على روحك، ما تدريش على روحك واش تتصرف. هو ما حقوش، خاطر معناتها من شيرة اللي ترتبي قاعد يخدم على روحه، ومن شيرة زاد الاولياء عندهم الحق، اكيد عندهم الحق، معناها فهمت، انسان ما يوصل معناها يخرج ولده ولا يهزه للسبيتار ولا واحد اللي ما عندوش دي مويان، معناتها شوي يسيسوا بعضهم هكاو معناها الاكثر الاقل. انت هنا علاش كنت لوم؟ والله اللوم عزوز، اللوم زاد معناها الطب يزم يعرفوا كيفاش ياخذوا، هما خدمتهم انسانيه اكثر من كل شيء. الطب يزم يعرفوا كيفاش ياخذوا الاولياء، ناقصين طب، ناقصين اكيبمون، ناقصين كل شيء. قاعدين يعانيوا حتى معناها من وقت الكورونا لتوا. معناتها شويه سوبليس وكاو، معناها يعرفوا كيفاش يحكيوا مع الناس وكاو. في تونس العنف بارتو، عرفتي؟ العنف تلقاه في الشارع، في الكيران، في المتروات، في ولا حتى في المدارس. سيرتو في المدارس ولا في السبيطارات تولي الحكايه سيغراب، عرفتي؟ سمعت ثم شويه عنف في مستشفى الاطفال، ولكن ما عنديش معلومات معنا واضحه على الواحد. صار تبادل ضرب لدرجه انه تحل تغرز؟ هذا مؤسف، معنا هذا مؤسف، وربما ما يمسش كان قطاع الصحه، ربما في جميع القطاعات. وقت اللي يغيب معنا تغيب الحلول السلميه وتغيب النجاعة وتغيب الجرأة متاع الإدارة وقيامها بالواجب وتغيب المسؤولية، نصبحوا معنا مهددين بالعنف. هو توا ضغط كبير ياسر على عباد، يعني هاك تشوف معناها حالة الوفاة متاع الكورونا، وضغط معناها قداش الدنيا غليت وكل شيء يجي مع بعضه يعمل ستريس عند العبد، هكا معناها اللي يجي قدام وعرفت يبدا يولي هكا يسيب في الكلام الخايب، يولي يضرب هكاك. انا شنو معناها هذا رايي انا، معناها والله شو نقول لك، راهو جاهل العباد بالخدامه متاع السبيطار شنو قاعدين يقاسيو، معناها خاطر سي با فاسيل ديكزرسي لو ميتي ميديكال او باراميديكال. اما الله غالب في اللي هما ما لو كان حطيتهم انت في بلاصتك هما يشدوا بلاصتك يعملوا اكثر منك، خاطر فماش انسان يخدمك ويسهر على جالك وانت تجي تصوته، مو جاي يلعب، هو جاي يخدم على روحه، جاي يمد في يد المساعده، جاي ينقذ في العباد. دونك ربي يهديهم. شنو اللي صار؟ شنو اللي تبدل؟ اللي البارح المعلم والاستاذ كان حاجه مقدسه، حاجه كبيره، اليوم ولا عادي كي نسمعوا احنا بمعلم تضرب، ولا عادي مش حاجه جديده علينا؟ والله ايش باش نقول لك، اللي صار راهو كاتاستروف، راهو المجتمع ما عادش فيه لا تربيه لا اخلاق، لا خاطر ناقصين في الاخلاق. احنا حتى بروجرام التربيه الاسلاميه ما همش يقراو فيه يعني بالقدا في الليسيات. انت لاحظ برا امشي شوف بروجرام تربيه اسلاميه، حتى القران نحاوه. انت هوني تلوم الدوله على تدني الاخلاق؟ نلوم الدوله على تدني الاخلاق، شكون اللي يعاون على تدني الاخلاق وشكون اللي يشجع؟ شكون مدى الدوله؟ الدوله
هذاك هو البروغرام تاع القرايه. نورمال ما يعملوا فيه يعني يركزوا على الاخلاق اكثر من اللي يركزوا على الحكايات الاخرى. هم يركزوا لك على الحكايات الاخرى والاخلاق. هذيك الاخلاق متدنيه حتى مع الاولياء، حتى مع الام والبو والعم والخال والشارع. ما عادش فما احترام في العائله، تقول انت خلي الطاقم الطبي ولا خلي الاسعاف. فما بالك اي فما بالك باش توصل يعني واحد ما يقدرش ام وبوه والمعلم تاعو باش يقدر. ثم هو اخذر لي ثم ستريس كبير هو في البلاد الكل يعني، وثم القدر هذاك ما عادش، وثم قانون زاده ما ثماش قانون يعني ردعي بالقداب القدابش كي يردعوا هذاك. مثلا واحد يتعاقب على قاعده صحيحه ما يعاودش، هذيك ياخذوها عبره. مش واحد يتعدى، ثم تعديات هذيك، ثم متاع يعني تعديات نسمعوا فيها نحن في المدينه، اي تجاوزات الكبيره ما ثماش حتى واحد يعني تعاقب عقوبه وقدام العبيد والعبيد شافتها باش الناس تخاف، فهمت؟ باش يكون عبره. لا هذيك لا ماهيش موجوده نحن في دولتنا. سبب ممكن المجتمع التونسي يعيش في انتكاسه نقولوا مثلا، ولا تحس معناها البلاد مضغوطه، فهمتي؟ علاش ولا الطبيب تضرب، المعلم تضرب، الاستاذ تضرب، اللي كان قبل حاجه كبيره كان ما يتمسش. طبعا كما نقولوا طبيب هو حاجه مقدسه معناها في البلاد، فهمتي؟ كاينها حاجه معناها طبيب سبحان الله باش يعطيك باش يداويك باش ما عرفش معناها حاجه تحسها مقدسه. حاجه مقدسه ايه طبعا اكيد. اما ما تشوف في البلاد مثلا مريض يجي ستريس يجي معاه شكون مثلا سير العنف، عرفتي؟ والعنف راهو ما نعرفش علاش الصفحه للدرجه هذه اليوم درجة. بل ما كناش نشوفوه بحالات كبيرة. والله ممكن يرجع للوضع البلاد الوضع العام. طبعا أكيد فهمتي، إذا كان البلاد أمورها باهية راه الشعب كله فرحان ويضحك وعامل جو، فهمتي؟ أما كي تشوف الكريز ومن منها أكيد أن الواحد يمشي للسبيطار فيجيبوا حتى فرنك أكيد باش يعمل مشكلة باش يعتدي على الطاقم الطبي باش تلاشني. حتى الطاقم الطبي زاد لازم شوية معناها مرونة مع العباد، فهمتي؟ لهنا شكون تلوم؟ تلوم الإطار الطبي ولا تلوم الأولياء؟ طبعا الأولياء، فهمتي؟ ما يجيش الإطار الطبي إن باش تلوم الإطار الطبي، هو ماشي يخدم على روحه معناها باش يعطيك باش يعطيك برشا حاجات معناها في صالح المواطن. يجي المواطن يعتدي عليه تولي حكاية، نوسعوا بالنا منه ومنه وتتعدى كل شيء إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يرجع تونس كما قبل وخلاص ان شاء الله. انا واحده من الناس كنت نقرا نتفرج في الاخبار ونتفرج معناها كيفاش وصلنا، نولي نعيط وحكيك على اقل حاجه نولي نعيط ونولي نسيح ونولي نبكي ونتعارك مع دار. عرفت حاجه من غير ما تشعر تبدا هكا غمه على القلب وكل. يا اخي نحن نحبوا روحنا نوصل للدرجه هذيا، نحبوا تونس تولي هكا، ما نحبوش اما غير الوقت وكا كدراش لي بارون في والديهم. احنا قبل كنا بكلمه بركه تلبد تشد الحيط. اما تو تبدل اليوم ها شنو اللي تبدل اليوم؟ اليوم تبدل التلامذة ولا الصغار ولا يعيشوا في نيفو دو في اكثر من المستوى نتاعهم. يعني كل واحد يحب صغيره ماذا به في العلاج، ما يعرفش الحياه وصعوبه الحياه وشو اللي يستنى فيه. دونك يبدا بالك سملة يكبر بكر الفكره هذيك. دونك يولي ما يهم اللي يعطي قيمه. احنا قبل الاستاذ سي ساكري سي كلكو شوز دو ساكري. استاذك معناها قلي يتعدى بحذاك ما نعرفش شنو تعمل. ولا المعلم كاد المعلم ان يكون رسولا. تو ما عادش تو ما عاد ترباو بالانفيلات وبالوالدين الغلطه لا فوت دي بارون. ترى انه نوع من الدلال؟ الدلال ما لون يوصل الدلال وعدم الجهل بالحياه ومصاعب الحياه وماذا ينتظروا هما الصغار هذوك. هما يترباو يلقاو كل شيء معناه. ما همش باش يخدموا عليه وشقاو عليه وتابعوا عليه. دونك ينجم يعمل نمبورت كوا. مش شاعر بالحياة وبصعوبية الحياة. وما هي الحياة؟ وما تخفي له الحياة؟ لا هذا معناه على خاطر ما عادش ثم احترام للدولة والقوانين هشة. ممارسة القانون أصبحنا بعيدة عليها. القانون في واد وإحنا في واد ثاني. أنت تشوفي حتى إشارات المرور غير محترمة. فهمتني؟ وهذا معنى من شأنه يسبب هالقلق وهالمخاض هذايا وهال ينعكس على المواطن ينعكس على المجتمع بصفة عامة بجميع اللي
يخلي المواطن اليوم يصير تبادل عنف ما بيناته هو الأستاذ هو والطبيب. اي ثم قوانين معنا ما زلنا ما تضبطتش وما زلنا ما عرفناش ما طبقنا هاش، وثم تراخي في تطبيق القانون وإلى غير ذلك. انت هنا على شكون تلوم؟ تلوم على الطبيب ولا تلوم على الولي؟ والله على الزوز، أنا نلوم عليهم الزوز، هم الزوز من ناس مساهمين في تفشي العنف.